كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. احنا ولادنا ضيعوهم ما عطاوهم. احنا عندنا الدار ديالنا دي 10 سنين وبانيها. هاد الناس هادو اخاي يظلمونا اخاي ما بغاو يعملوا معنا حتى حاجه. احنا ولادنا ضيعوهم ما عطاوهم شي كيقولوا لنا في الملاحظه. ولاحظنا البارح دخلت القرعه وشفت الناس اللي هذا ولادهم في نفس هذا المشكل ديالنا واتصلوا وعطاوهم. قدامي انا شفت هذا الشيء هذا كامل والظلم ما كيبغي حد. انا سيده معاقه وام لخمسه اطفال، ولادي ساكنين معايا، واحد مجوج اسمه عبد الله القيغاني عنده ثلاثه العيال، وواحد عنده عايل باقي راضع من شهرين طارق القيغاني. اللهم هذا تعدو. احنا كنطلبوا من اللجنه تحقق في هذا الشيء ولادنا، وكنطلبوا من سيدنا الله ينصره يوقف معانا ويوقف مع وليداتنا. احنا راحنا ضايعين ما يضيعوناش، وخصوصا انا عندي حاله خاصه عايشه بدواء الطنسيون القلب الروماتيزم ومعاقه من اليدين والرجلين، ومني كندخل عند القايد كيقول لي ابنك في الملاحظه، ولو سرد لي القرعه خلاني انا من دون الناس. قال لي 20 سنه وانا ساكنه هنا، والله من هذا منكر، هذا التضيع. يضيعوا لي انا ابني ويضيعوا واحد الولد الجاره ديالي صلاح الشرقاوي عنده جوج الاطفال والخدمه على قدها. اللهم من هذا منكر. هاد الناس هادو تعداو علينا احنا بزاف. هاد الناس هادو اخاي يظلمونا اخاي ما بغاو يعملوا معنا حتى حاجه. والله الا تحسينا في 2017 باباتينا كتشوف اخاي باقيين معذبين معاهم، انا ومراه والولد والوالده والخاوه عاود الاسره، انا الاخت ديالي هي عاود وليداتها. والله الا احنا كرهنا شي يعملوا معنا شي حال ويعملوا معنا شي حال، وكلها يمشي سالم، حتى شي واحد ما عطي شي حاجه، ما عنده كلشي جلاله الملك كلشي تسيدنا. هادشي ما كاين الحبيب ديال هنايا. قلت الدق قلت من 92 دابا راه 35 عام. نعم 35 عام 31 هيداك. والوالد ديالي توفى شحال هادي اخاي في 2000 المرضي ديالي، بقينا هنا كتشوف هاد الحجر هذا اخاو ديالنا. مكرهنا شي من رجال الامن يعملوا معنا شي حال، نمشيو بحالنا مال الارض هادي نتيوالو مال مرضي ديالي. اي والله احنا عندنا الدار ديالنا دي 10 سنين هو بانيها، ملي جاو دابا في الاحصاء قال لك ما محسيشي. هو 10 سنين خسر فيها اكثر من الزباله ديال الفلوس، وهادي 10 سنين وحنا عندنا فلوس ديالنا، ودابا جاو عندك الاحصاء قالوا لنا عيدو عي جوج عي ما انتينا مع يمك، وحنا عندنا الدار ديالنا بوحديتنا وما بغاش يعطيونا حقنا، وعندنا باب ديالنا بوحديتنا، يعني لا علاقه بيما، يعني يمه بوحديتها الباب ديالها بوحديتها، ولو سي كذلك ما عطاوهاش بوحديتها الباب ديالها، وخسرنا عليها فلوس بوحد بزاف. ودابا كيقولوا لك ما غاديش نعطيوك، ما محسيش عيا ما يهود وكيجري وكيغوت، كيقول لهم ما نعطيوكمش، ما عندكمش، انتم ما محسينش ما حصاوكمش، صافي داوكم المعده. كيقول لك نعيو ونطلعو ونهودو، كيقول لكم والو ما حصينش، وحنا الدار ديالنا شحال خاصين فلوس فعاني نمشيو. انا ساكن انا يتحاخا جوج وجو الهواول، وانا ساكن مع الوالده وما حسيت ب 2017 مي هو عند القايد قال لي لا سي نخصك تمشي معايا يمك، وانا عندي العوله ديالي بوحدي كيفاش نمشي معايا يمك، وانا جوج دلعوا وكلشي استافد هنايا، كاين مادام ما ساكنش حتى انايا ومستافد، وانا اللي ساكن هنايا بجوج دولادي كوزينه والدار وما حسيت من لجنه 2017 مقدم. الناس جات ما ساكناش حتى انايا مستافده، وحنايا اللي هنايا بولادنا بجوج دلعوا فيها تسيبني انا بجوج دلعوا والباب ديالي بوحدي كوزينه بوحدي تي انا وما حسيت اللجنه اللي جات في 2017 ولا محسين. هاي دا قايد بيدو قلت له هاي انا محسي، وراني ديك الميلف ديالو قال لي لا سينا من حقك تمشي معايا يما، فما يمكنش. قلت له اللي مجوج من حقه يستافد كامل تما وخا ما مسجلش. فيما كان مشي كيقول لي يمشي معاك، انا ما عنديش كيمشي معايا، انا عندي سته دلعوا والاخرين بلا به، يعني ما عندي انا 70 متر نسكنوا معايا كيف عن عمرها، ما كنجبرش حتى باش نبني، عاد سكن انا بني معايا
هو بالعوله ديالو بوحديته عنده جوج العواول مجوج، ملي جات اللجنه قلت لهم دخلوا شوفوا، قال لك لا بلا ما ندخلوا. فيما كنهاودوا انا ولدي ولا الراجل كنهاودوا كيقول لك لا ابنك داه معك، انا ما نقدرش يداه معايا، انا عندي خوتويا اخرين، ما عندي فين عمو يسكن معايا، وهو عنده خدمه على قده ما يمكنلوش يكري جوج العواول. وقلت له زعما القايد يجي اللجنه ويعاودوا الاحصاء ويطلعوا يشوفوا، راه الباب ديالو بوحديته والكوزينه ديالو بوحدو كلشي. كيقولوا لا في لائحه الانتظار، هما دابا القرعه الاخر نهار الجمعه. انا بني ما يمكنش يعتيب من الزنقه، ما عندوش الخدمه، اذا هذا فاين جوج العواول وهو فايمشي صافي. دابا كنتناقى لك قرعه هاد الجمعه الاخر عملوا الناس وباقا قرعه الاخر، انا بني ما يمكنش نخرج نخلي بني انا مسيب، خصو الحال يعملوا مع منو من العباد اللي عطاو. كتكون في هاد الزنقه هادي، انا البقعه ديالي ديت عطاوها ليا، ولكن بنتي الحومه كلها كتعرفها، كتسكن الفوق، كانت عند البراريك ساكنه دايره البراريك الفوق، ملي زولاتهم دورات الحيط شحال خدمات وتعبات وضربات تماره وعندها ولدها عملت الحيط وجا المقدم ما خلاش باقي تكمل نهار، هي عملت الحيط باقي شي يومين اللجنه تجي، اللجنه تجي جبرتها باقي ما لصقات الشراج وهذه، ما عيات ما ترغبوا ما قيدوهاش، دابا عملت الشكايه وباقي ما ردوا عليها ما قالوا لها والو. وانا عملت دي استفاده ديالي، ولكن بنتي كتقول لي ما نخرجش. بنتي كطلب حتى هي مخزن ما يضيعش، الله ينصر سيدنا، الله يخلينا سيدنا، الله يخلينا الملك، الله يطول في عمره، الله ياخذ من عمرنا ويزيد في عمره، الله يجعل البركه في سيدنا. المهم كنتمنى حتى هي ما يضيعش، هي ولدها والحمايه كامله كتعرفها، دايما راه ساكنه تماك، ساكنه الفوقي ومجوجه شي جواج دار البحر ما كاينش. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.